مجموعة من الإشاعات التي روجت مؤخرا حسب حول موضوع رجال ونساء التعليم، لأن الموضوع كان أو مصدر هذه الإشاعات كان هو البرلمان، لأقول بأنني لم أتحدث في موضوع زيادة أجور الأساتذة نتاع التعليم في أي لحظة من اللحظات، ولم أتناول موضوع فرض رسوم على التلاميذ في أي وقت من الأوقات، لم أتحدث إلى أي فريق نيابي وإلى أي تمثيلية نقابية، بل وعلى العكس من هذا عبرت في جلسة عامة في الغرفة الأولى على أن نساء ورجال التعليم هم محور الإصلاح، وأعتقد وأؤكد هذا الكلام إيمانا مني بالمكانة الضرورية واللازمة التي يحتلها نساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية لبلادنا. تنغلق القوس وأرجع إلى القانون. اسمحوا لي على هذا القوس سيدات السادة المستشارين، أنا غير في إطار الثقافة التي عملنا من أجل إرصائها، هي التعامل بالوضوح والشفافية وتحمل المسؤولية والمواقف والأخلاق تفرض أن يتحمل كل واحد مسؤوليته، لأنني أتساءل كما يتساءل الجميع عن سببي ومصدري هذه الأكاذيب التي روج لها والتي لا تخدم المنظومة التربوية في شيء ولا المسلسل الديمقراطي لبلادنا في شيء، وكما قلت أفندها جملة وتفصيلا لأنني لم أشارك في أي حلقة من حلقات الحوار الاجتماعي المرتبط بقطاع التربية، والسيدات والسادة ممثلي النقابات موجودين وراهم شافوا الأمور كما هي، بل أكثر من هذا أن حتى اللجنة التي شكلها السيد رئيس الحكومة لم تعقد بعد اجتماعها الأول، وتساءل أين تمت هذه التصريحات وكيف لي أن أصرح بأمور ترتبط برسوم على التلاميذ في وقت نعتقد بأن الدفاع على القدرة الشرائية للطبقات الهشة هو من أول الأولويات الحالية. هذا الموضوع كما قلت ستكون لنا الفرصة إن شاء الله للعودة إليه، لأن أنتك مصالح وزارة الاقتصاد والمالية كانت وستبقى رهن إشارة الحكومة والتمثيليات النقابية بمختلف مشاربها لتطوير المنظومة التربوية وخدمة لنساء ورجال التعليم في أمور نعتقد جميعا بأنهم يستحقون أكثر منها.